اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعه جديده من متابعاتنا الاخباريه لكورونا واخبارها وتداعياتها محليا ودوليا. اول ما نبدا به ارقام وزاره الصحه. أرقام كورونا في الكويت اليوم تخطت حاجز الألف إصابة، وهو الرقم الأعلى حتى الآن بتسجيل 161 حالة إصابة جديدة، يرفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 1154 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19، منهم 26 حالة في العناية المركزة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 133 بعد شفاء 10 حالات اليوم. وحالات التقصي الوبائي المسجلة اليوم 6 حالات، مع بقاء رقم الوفيات عند وفية واحدة حتى اليوم. أصحاب القلوب النبيلة من المتعافين من مرض كوفيد 19 بدأوا يتوافدون إلى بنك الدم المركزي الذي قام بتجميع البلازما المناعية منهم، حيث ثبت طبيا إيجابية هذا العلاج لاحتوائها أجساما مضادة لفيروس كوفيد 19، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الوزير خالد أرودان وزير التجارة والصناعة وخلال جولة له في جليب للشيوخ التقى أحد أبناء الوطن وهو يقوم بتوصيل أنابيب الغاز، وغرد معجبا بهذا العمل قائلا: مشعل ماضي بطل من بلدي، هنيئا للكويت بأمثاله، وكم مشعل بيننا، وأنا أجزم أنهم كثر تركوا راحة البيت لتعب الميدان. فيما يخص حظر التجول ورصد حركة الالتزام به، سجلت وزارة الداخلية في ال 24 ساعة الماضية 9 حالات خرق لحظر التجول، وهي لستة مواطنين وثلاثة وافدين في محافظة الجهراء والعاصمة وحوالي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. إصابات كوفيد 19 على مشارف المليونين، وحرب عالمية ضده تسعى لهزيمته عبر محاولات حثيثة للبحث عن اللقاح. أحدث الأرقام تفيد بأن كوفيد 19 أصاب أكثر من 1,700,000 شخص مقابل 103,790 حالة وفاة، في حين تم تسجيل 388,000 حالة شفاء. الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم تتخطى حاجز الألفي حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كوفيد 19، في حين تجاوزت الإصابات 500,000. وعلى الرغم من أن نسبة الإصابات بكوفيد 19 مرتفعة في ألمانيا، إلا أن نسبة المتعافين في تصاعد، حيث سجلت نحو 54,000 حالة شفاء مقابل 122,000 إصابة. بعد سنوات الحرب، ها هو فيروس كوفيد 19 يشن حربا جديدة في اليمن بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فيها بمحافظة حضرموت، ما ينذر بأسوأ أزمة إنسانية يعيشها اليمنيون بسبب انهيار القطاع الصحي بفعل سنوات الحرب. والأمم المتحدة كانت قد حذرت من أن كوفيد 19 سيجد أرضا خصبة له إذا ما انتشر في اليمن.
نبرة أخرى استخدمها ترامب حادة نوعا ما نتيجة تزايد خطر الفيروس في الولايات المتحدة. ترامب هدد بفرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تؤخر إعادة رعاياها المخالفين للقانون من الولايات المتحدة وسط موجة تفشي فيروس كورونا. تنفست مدينة ووهان الصينية الحرية بعد أن رفعت القيود التي فرضت عليها إثر تفشي كوفيد-19، حيث كانت أول مدينة في العالم يظهر فيها الفيروس الفتاك. وبدأت ووهان بالسماح للناس بمغادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ عزلتها قبل أكثر من شهرين ونصف لاحتواء كوفيد-19، رغم المخاوف من تهديد الإصابات المستوردة. فهل تسرعت ووهان في هذا الإجراء؟ يبدو أن ملامح الحياة الطبيعية عادت إلى البؤرة الأولى لتفشي وباء كوفيد-19. مدينة ووهان الصينية مهدي وباء الفيروس بدأت تتنفس الحرية، وذلك بعد رفع السلطات القيود المفروضة بسبب الحجر الصحي الذي دام أكثر من شهرين. ومع تراجع الإصابات وحدة الوباء في الصين، تم تخفيف القيود على السفر مع استئناف محطة قطارات ووهان ومترو الإنفاق وخدمة العبارات، كما أعيد فتح الطرقات السريعة برفع العزل التام، مع اتخاذ السلطات تدابير صارمة للوقاية ووسط تهديد جديد محتمل وهو الإصابات المستوردة. أشكال التحدي كثيرة، رأينا بعض الدول كيف تعاملت مع كوفيد-19، لم تتوقف، واجهت واستمرت. الكوريون الجنوبيون لا يستسلمون، وديمقراطيتهم سارت على أنقاض كورونا التي دمرتها عزيمتهم، ولم يثنهم الوباء عن ممارسة الديمقراطية. الناخبون المصابون بالوباء أذلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بأجواء معقمة وآمنة. ربما هي مجرد أرقام، ولكنها في أزمة كورونا تبعث بالأمل أحيانا، وأحيانا أخرى ترينا الواقع المفروض علينا التعايش معه. دول عانت ودول انتصرت ودول ما زال الوضع فيها متأرجح. بعض الغموض يدور حول بعض الأرقام، وفي النهاية كل إناء بما فيه ينضح. هل ضيق فيروس كورونا فسحة الأمل بشأن علاجه وانحسار امتداده على أقل تقدير؟ بين متفائل ومتشائم، قد يتأرجح الناظرون إلى أرقام وأحصائيات منظمة الصحة العالمية. أعداد ثابتة لا تتغير، ونسب الشفاء تكاد تكون شبه معدومة في بعض دول العالم المتقدمة طبيا. 135 متعافي من الإصابة هو الرقم الثابت في بريطانيا منذ أكثر من أسبوع على أقل تقدير، وتوقف رقم الطواحين الهولندية عند 250 متعافي. أما في بلاد البرتغال فقد فاقت عدد إصاباتها 14,000 إصابة، ولم يتجاوز عدد المتعافين 200. هي معادلة بسيطة، إن كانت فيها أعداد الإصابات هي الرقم الأصعب ستنهك الطواقم الطبية وتبدأ بالتداعي تدريجيا، وإن تمكنوا من إنقاص أرقام الإصابات تتزايد بعلاقة عكسية معدلات الشفاء والتعافي. في محاولات لكبح جماح كوفيد-19، عازف الترامبون خرج لناس في مدينة أوكلاهوما الأمريكية حافي القدمين، يتجول في الطرقات يعزف أنغامه. قرر أن يفعل شيئا مختلفا لإسعاد جيرانه والمقيمين من حوله في ظل الحجر المنزلي، عبر تقديم الألحان لهم ومشاركتهم في مشاعرهم. المرة الأولى اللي نتحدى فيها الصعاب، اللي نتخطى فيها أعاصير الضباب، ما ننثني، هاماتنا ما تنحني. ما كان بيوم دربنا سهل، ولا واحد فينا يكل ويمل.
نتعثر ونقوم، ما ننثني هاماتنا ما تنحني. كوفيد 19 في بلاد السامبا، أطلق الفيروس أشباحه ليغزو بلاد سحرة كرة القدم، ولكن البرازيلي تياغو فيرمينو أحد المقيمين فيها قرر العمل بطريقته الخاصة، واتخذ أحد شخصيات هوليوود الشهيرة غوست بوستر، وبدأ بتطهير شوارع حي سانتا مارتا أحد الأحياء الفقيرة والأكثر شهرة في ريو. ليست مجرد كرة قدم، الشعار المستمد من هذه الرياضة جسده عدد من لاعبي كرة القدم في طرق مختلفة للتعبير عن تضامنهم وواجبهم الإنسانية تجاه شعوبهم. يشاركونهم أعياد ميلادهم ويوحدون أصواتهم بالغناء معهم، ولكن من خلف الشاشات الصغيرة. فريق ملقا الإسباني شارك كبار السن في حملة أطلقها النادي ومنظمته هارينا، وقامت المبادرة بإجراء مكالمات بينهم وبين اللاعبين بصورة أسبوعية. الإسبان امتثلوا لأوامر الحجز الصارمة. توربينات الألمان لا تتوقف، وتجسدت أسمى معاني صور الترابط الاجتماعي لدى لاعبين البوندسليغا. القيام بملء الرفوف بالمواد الغذائية في السوبر ماركت كانت مهنة لاعبي فولسبورغ، أما تقديم المشروبات المجانية إلى العاملين في الحجر الصحي تكفل بها لاعبين أوكسبورغ. التبرع بالدم أتى عن طريق لاعبين لايبزينغ للمستشفيات التي تحارب الوباء دون ظهور أي أعراض مرضية، وعلى الرغم من الالتزام بالحجر المنزلي المفروض وبشكل غير متوقع جاءت النتيجة إيجابية. أسطورة ليفربول بقبضة كورونا، هذا ما أعلنه النادي الإنجليزي عن أن أسطورته ومدربه السابق السير الإسكتلندي كيني داغليش الذي أدخل المستشفى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد. إنها سلال الرحمة تتدلى يوميا من شرفات الإيطاليين محملة بالطعام ليأخذ منها المرة المحتاجين والمشردين، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها إيطاليا التي أنهكها انتشار وباء كوفيد 19. القلوب الطيبة لا وطن لها. قد نصاب في المعارك إلا أن الحرب لم تنتهي بعد، فجنودنا من الطواقم الطبية يواصلون الليل بالنهار، تضحية وفداء بلا حدود. الدكتورة حوراء عبد الحسين أحد هؤلاء الذين أصيبوا في المعركة، إلا أنهم أبوا إلا أن يشحذوا الهمم. همتنا عالية يا وطن. الدكتورة حوراء خصصت برنامج متابعات إخبارية بهذه الكلمات. فيروس كوفيد 19، صح ان انا الحين مو مع زملائي بالمهنه الطبيه والمهنه الطبيه المسانده، بس احب اقول لكم ان في وايد ناس بدالي موجودين بالصفوف الاماميه شايلين الخوف من قلوبهم وحاطين حب الكويت بين عيونهم، و
وأحب أقول لكم حق كل زملائي اللي بالمهنة الطبية والمهنة الطبية المساندة والفنيين والممرضين، عساكم على القوة، يعطيكم ألف عافية، والله يحفظكم كلكم إن شاء الله من كل شر، وهذا كله والله شوية حق الكويت. تضحية وجهد كبير لا نراه ولكن نشعر به ونلمسه في الصفوف الأمامية دورهم، ساعدوهم وقدموا لهم الكثير الكثير، وهذه المساعدة الكثيرة بسيطة جدا جدا. ابقوا في منازلكم من أجل الكويت، نستودع الله الوطن ومن عليه، غدا أجمل بإذن الله، إلى اللقاء.